السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سكتش اب من البرامج السهلة واللذيذة، وهتشوف دلوقتي هنرسم حاجات سهلة مع بعض. اللي انا قلت له عايز ارسم مربع، لاحظ ان انا ممكن ارسمه بارقام، يعني هنا الارقام بتظهر معايا، فممكن اقول له مثلا 600 و 600، فليه رسم لي بالشكل دوت؟ تمام. وممكن ارسم من غير ارقام لو انا عايز حاجة كروكي، مجرد بس حاجة بشوفها تبقى عاملة ازاي. تمام. طيب لو انا عايز الغي الخط اللي في النص دوت واخليهم الاتنين مع بعض، استخدم اداة اريز وامسح كده، بقى كل الشكل ده كله كتلة مع بعض يطلع مع بعض. هقول له بعد كده الاداة ديت اللي هي باش اهي، بدوس كنترول مع السهم اللي في النص عشان احرك الشكل زي ما انا عايز. تقدر تحرك الشكل زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز اعمل سقف اللي هو بيبقى نازل من ناحيتين زي الاسقف في امريكا او الاسقف في الصين، هاجي اقول له انا عايز ارسم خط هنا من الميد بوينت، واجي هنا اختار الميد بوينت، بحيث وانا برسم اول ما اجي عند الميد بوينت ينبهني. تمام. طيب انا كده رسمت خط، ارسم خط تاني برضو من هنا لهنا وخط من هنا لهنا، وبعد كده هبدأ اختار الخط دوت وادوس كنترول عشان اختار الخط التاني، واقول له امر موف. تمام. وابدأ احرك الشكل، على الشكل طلع معايا بالشكل دوت بكل سهولة وبدون اي مشاكل خالص. تمام. طيب عايزين نرسم باب صغير هنا عشان الناس تدخل اهو، ونرسم شباك. هو اوتوماتيك بيختار المكان اللي هترسم عليه، بيختار هيترسم مع اكس واي ولا اكس زد ولا زي ما احنا عايزين. يعني لما اجي ارسم فوق هو عارف ان الشكل ده منحني، هيرسمه بالطريقه ديت. تمام. طيب عايز اعمل فريم للباب، اعمل ايه؟ اعمل سيلكت الثلاث نواحي بتوع الباب، واختار هنا امر اسمه اوفست. كده انا عملت اوفست بسيط خالص، واعمل للجزء ده بس اعمل له باش، او اللي كنا مسميه في الاوتوكاد اكسترود. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه تاني؟ خلونا نرسم حاجة صغيرة كده ونمشي بيها. يعني هاجي ارسم حتة صغيرة زي حلية كده واعمل لها باش. لما اجي امشي بيها هو وقف لحد هنا. طب انا عايز يكمل معايا حوالين المبنى. اختار بقى الاداة ديت فولو مي. تمام. واختار الجزء دوت اهو، اخترت ان الخط دوت ممكن اطلع لفوق او اكمل. تمام. اي شكله في ثواني اتعمل، وباب وشبابيك وحلية تحت، وتقدر ترسم اي حاجة انت عايزها بسهولة تامة زي ما انت عايز. فالبرنامج بترسم بيه حاجات قوية جدا، يعني ممكن مثلا عايز تشرح لحد مثلا مواسير بتركب ازاي، عايز تشرح لحد عربية، أو بتشرح لحد مثلا مكنة معينة، بتبدأ ترسمها بسهولة بحيث يقدر يتخيلها في 3D. أخوكم عمر 3D.